من الإفساد في الأرض أن نحول خلافاً سياسياً أو إعلامياً أو حزبياً إلى خلاف مذهبي. حين تضيع القدس الأمة ضاعت. في الكويت القرار السياسي يضغى على القرار الفني حتى في القضايا الفنية. إحنا بحاجة اليوم إلى استقرار سياسي. ما هي تداعيات الضربة على المنطقة؟ إيران من مصلحتها أن تخوض حرب استنزاف مع أمريكا. من هو السبب بهذا الكم الهائل من ما نعانيه من فساد؟ إحنا نعرف التجاوزات اللي تصير بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية. حكومة في الحق إحنا معها. إحنا روس، إحنا ذناب، إحنا نقود ما ننقاتل.